فرقة رماح فرقة استعراضية تأسست سنة 1995 وما زالت مستمرة لحد هلا. نحن دخلنا أول شيء دوميننا كان مسرح وكل شيء بيتعلق بإيفنت كبيرة، وهلا دخلنا عالم الأعراس والزفات، لكن فتنا بطريقة كتير مختلفة عن غيرنا وكتر خير الله، يعني كان عنا بصمة بهيدا المجال مميزة. ستايل الزفة عنا بيختلف من عرس لعرس لأنه حسب تعمل عرس شو معمول، والفرقة هي بترقص كل أنواع فولكلوريات العالم، يعني بترقص فولكلور انترناسيونال شو ما كان نوع الرقصة، عنا المام ومعرفة بهالرقصة، فدايما منلحق شو تعمل عرس أو منطرح على العروس والعريس الفكرة تكون مميزة جديدة فيها خلق، يعني فيها شيء العالم تيجي تنسحر باللي عم تشوفه، مش قصة بس نزلت عروس ونزلت عريس ونوصلهم على الستيج، لا بيكون في مثل قصة عم تنعمل، وحتى بيكون في مشاركة من المعزومين، يعني عنا عدة أفكار وعدة أمور بنعملها، وحتى منتدخل بالإضاءة، منتدخل بزينة العرس، العروس شو لابسة، كل هالقصص يعني تتكمل مع بعضها لنوصل لنعمل زفة بتحسيها متماسكة مع بعض، وفي إلى أول وفي إلى آخر. يعني أنا أصلاً كيونس يونس فرقة رماح معروف اسمي قبل، يعني اشتهرت أول شيء بكل دول العربية بأوروبا، يعني كان عندنا نشاطات بكل بلدان تقريباً العالم، برمنا العالم من خلال المسرح، من خلال مطربين كبار مثل الست فيروز، أنا اشتغلت مع السيدة فيروز واشتغلت مع كتير ناس حتى انترناشنال من برا، فالفرقة كان أصلاً معروفة يعني قبل ما نفوت بدومين الزفة، وهالشي كمان ساعدنا كتير، يعني حتى أنا عملت زفيت لبنات أمرا كتير وملوك ببلدان عربية، حتى فت على أوروبا بالزفة، على أفريقيا، على فرنسا، على لندن، على ألمانيا، يعني مثل ما بيقولوا توسع شغلنا واسمنا كبر وصاروا يطلبونا بالاسم، يعني أنه زفيت برات البلد، يعني برات لبنان. الموسيقى اللي بعملها أول شيء بستأجر استوديو وبخلط موسيقى ثلاث أرباعها، يعني بجيب ناس بيعملوا موسيقى خاصة لفرقة رماح، وهن هالناس يعني لهم فترة كنت أشتغل معهم، أنا عدة ناس كتار ومعروفين وأسامي كتير معروفة، فكنت أشتغل معهم عبر المسرح وهيك، وانتقلت القصة صرنا هلأ بجو الأعراس، فأكيد بيكون إلها يعني حتى العروس فيها تطلب أغنية خاصة لإلها من أي فنان كان نحن منأمل إياها، وبالطريقة اللي أنا بشوفها مناسبة بالجو اللي هي بدها إياه بالعرس. أوكي، فينا ننقي المطرب أو المطربة اللي منحسها بتليق أو بتلبق لهيدا جو العرس، ممكن يكون رومانسي، ممكن يكون شعبي كتير، ممكن يكون فولكلوري، فهيدا الشيء بينعمل. بتخيل إنه ما في غير فرقة رماح كبرت هالقد ووسعت هالقد إنه تقدر تفوت حتى إنه تعمل أغنية خاصة للعروس وموسيقى لكل الزفة تكون خاصة لها، هي الوحيدة اللي فيها تستعملها. الأفكار كتيرة بصراحة، والشيء الحلو أنه بفرقة رماح العروس لما بتجي على مكتبنا وبتكون منقيتنا أنه نحن نعمل لها زفة عرسها، فهي بتكون عارفة انه رح نطرح عليها عدة افكار ورح تاخد برأينا، لانه افكارنا دايما مفتشة افكار جديدة، وحتى ما في لك اياها هلا لانه دايما بنتركها مفاجأة، وبتعرفي دغري الفكرة بتنسرق من اول ما تنزل. بقى في عنا افكار كتير جديدة، وبوعد كل عريسان يعني يكون عرسهم عرس الاحلام، يعني كأنه بألف ليلة وليلة. يمكن اللي بيميز فرقة رماح عن غيرها أنه هي أصلاً كل الراقصين فيها هن بروفيشنال، يعني هن مدربين ليكونوا راقصين،
وشغلين مسرح وعندهم اكسبيرينس يعني كبيره بهيدا الدومين. هذا الشيء اكيد كثير ساعد، وجربنا انه نلاقي الافكار تكون تختلف عن حيلا زفه ثانيه وتكون عصريه، وتكون حتى اذا بدنا نعمل فولكلور نعمله بطريقه كثير متطوره، يعني لانه بتعرفي كل شيء هلا تطور، حتى الاعراس صارت بتنعمل بطريقه خياليه يعني.